والله اني اعشقكم بالصباح ديجا يسون طون طران دو فير. رئيس حكومه يقول لهم عندنا 10 مليار دولار دو ديفيسيت في البيدجي. واحد يقول لهم ما عندناش باش نشريو الدواء. ومينيستر تاع الكوميرس يتبع في الشكاره تاع الحليب. واحد السرق قايم والشعب يتفرج. خرج غني كل يوم. كما قال الشاعر اللي كان شفيت على البيت مليح زهير بن ابي سلمى، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه ما عرفش تنكملها ما ياكلوه. والله اللي ما يضربش بيده على مصالحه قسما بالله غادي يتعفس ويتكلم. سيتو هاي الحقيقه، هاو الوضع، ونقولها بالمثال الشعبي. انا ما نقول لك وانت ما يخفاك، العصا في يدك والحياه بحداك. سي ا توا دو ديفوندر. C'est pas une question, mais c'est une suggestion. Malik Verzan, il vous dit, c'est des moutons, il faut des leaderships, des guides structurés pour donner une feuille de route à suivre. Il faut attaquer de suite avec des actions ciblées. Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Makaj, qui a donné d'âme, mais il se marche le chef, qui a dit le Mokawama. Ou le Mokawama, c'est Saoudia. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de l'aider. اخي يقولوا عندنا ضرب بدراعك تاكل المسكين. مليحه التعبئه في الشوارع. سكرابيل بور لومبيونس ناسيونال. بور اون ايماج. مي دركا العالم بكل قاعد يشوف. الشعب البرا يطالب سلميا عام. ما سمعولوش. فحق الان تصعيد الموقف. تصعيد 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 تصعيد. اولا خلق قطب سياسي او تمحور حول قطب سياسي. على هذه احنا درنا الكريا، الكريا باه يكون قطب سياسي. وماناش حابسين. وماناش نضراقيو في الناس باش يجيو عندنا. لأنه كيما نقولوا احنا كم شنحل خير من شكارة دبان. تحقوش ملايين الناس. إينيفيكاس. يسحقو مجموعات تريز إيفيكاس. واللي يقدر يفهم هذه الكلمات يفهمها، واللي ما فهمهاش ما يخصناش. وأصلا ما نحوسوش عليه يفهمها. لأنه فسنا المرحلة هذه درك. ماناش في مرحلة انتخابية ونلمو في الأصوات، احنا في مرحلة عملياتية ثورية من أجل أسرة الجزائر واستقلال الجزائر. كيما داروا اللي قبلنا في الثورة، ما كانوش ملايين، صح كانوا شجعان، وعندهم خطة، ومشاو في الخطة نتاعهم. هما أهم حاجة يحولوا يعني الشارع عن الأهداف نتاعهم. لازم الشعب يفهم، قلناها ونعاودوها، راهم ما يسوا والو، ما عندهم حتى قوة، لا قوة خارجية، لا قوة داخلية، لا قوة، أصل القوة ما عندهمش. والله يزهر عليهم الشعب غير يتخبوا تحت الطوابل. الشعب مازال ما فهمش القوة الحقيقية تاعو. لأنه ما عندوش قيادة سياسية برك. لكن الشعب قوة حقيقية، قوة عظيمة، ما يغلبها حتى واحد. الحلف الإطلسي ما يغلبهاش. كلحوه بالعناصر نتاعهم. اللي تغلغلت في وسط الحراك، وكذلك العناصر اللي من الخارج تبان انها ثورية ومناضلة وعندها 20 سنة في النضال، بصح مازالت عناصر غبية لانها عندها ولاءات خارجية وعندها اجندة خارجي، دونك تعتمد سلميتنا اقوى من رصاصهم. وما نسكتش على الكلمة هذه، باسكو تلمو الكلمة هذه استبغال للحقيقة، كولات الشعب أن تقراها حقيقة. بس بالكلمة هذه يخوفوا الشعب من الرصاص، ورصاصه ما كانش. Il y a une question de Slimane Jemal. Il vous dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'organiser. Et se fédérer autour du CRUA. Plus vous fédérez autour du CRUA, vous suivez les orientations du CRUA, vous allez gagner, et on va gagner, la bataille politique et la bataille et la bataille économique. Une question de Flona Bani. Apparemment, les islamistes ne veulent pas voir d'autres structurations ni organisations pour qu'ils restent seuls dans le terrain. Bien sûr, parce que mes visions sur le Parlement. Chauffez les islamistes, chauffez. Tayar l'islamique, siyasi, tayar khaïn, mais le waqt mouawiya wa wah. Tous les tayarat islamiques, tayarat khaïn. Chouna ha fi Mosra, chouna ha fi Iran, chouna ha fi Soudan. Ouen kayn tayar islamique, kayn khiyana adma. Alash, liannou talaoub d'din. على أساس السياسة، الدين أعلى من السياسة، الدين قضية جوهرية
هما رجعوها قضيه سياسيه، رخصوه الرخاص رخصوا العزيز، دونك ريزولتا ما يكونش. هاكم تشوفوا قدامكم نحتوا لحزب اسلامي، تيار اسلامي واحد، دوله اسلاميه واحده في العالم، ديما مافيا باسم الاسلام تاكل الشعب. حتى من ايران القياده الايرانيه عايشين والله لوكس اكثر من تاع الامريكان، والشعب ضايع. السودان كوش تشرا فيها، باكستان راكم شايفين، افغانستان راكم شايفين، بارتو راكم شايفين، لانه التيارات السياسيه الاسلاميه جات ديما للتلاعب بعقول الشعب، لانه الالوهيه والسياسه شيئين مختلفين. ربي نعبد وحدي، ما تجيش انت بالبرنامج السياسي تاعك تعلمني كيفاش نعبد ربي انا، الضاير ما عنده ما دخلك كيفاه نعبدو ولا باي طريقه نعبد الله عز وجل. ماكش وصي، واحد ما وصي على دين الشعوب، الرساله جات وخلاص، كون جات كاينه وصايا الله عز وجل ما يختمش الانبياء والمرسلين، كون كل 6 شهور عندنا نبي جديد، والرساله رساله الاسلام فاتت الزمان وفاتت السياسات والملوك والممالك واش حبيت. Alors Hakim Ayoubi vous dit mes frères le croyant c'est le peuple, il doit passer à l'action. Eh ben il va orienter le peuple pour que le peuple passe à l'action. C'est normal. On a deux actions, une action à l'international et une action qui sera terrain. Alors aussi Ness Life Ness vous dit nous attendons les orientations du CRIA, les islamistes sont des harkis. C'est des harkis depuis tout le temps. De tout le temps. كيفاش يجي واحد يتلاعب بالدين وما يكونش حركي؟ ما يخافش من ربي، يخاف من العبد. واحد كيما مقري واش من صبغه تاع الاسلام عنده؟ والله جاب الله كان واش قال لهم دانيير با العلمانيه كفروا وهذه مدنيه ماشي عسكريه كفروا حاجه زي هكا قال فرنسا. يعني جاهل كيما هذا، متخلف كيما هذا، نبنيو به حنا دوله، تبني معاه سياسيا دوله، هذا الماكسيموم تاعو يضرب القرط حتى يتغمدوا الموت ونتهناو منه ملي زيو كاع، نقضيو على الجهل هذا على بعض. D'ailleurs, Let's Life, elle vous dit, la religion est une affaire individuelle, ligne rouge à ne pas franchir. Exactement. Exactement. واحد ما يعلمني الدين تاعي انا، لا بطاقة راه في الصحراء، لا هادو المدخلية والسلفية، كل ساعة يجبدوا لنا فكرة جديدة. ساعة مدخلية، ساعة سلفية، ساعة صوفية، ساعة يجيبوا ياتا على فان ويحطوها لك ويقول لك هذه هي جديده. سي كوا توصل